الأمانة. والأمانة في الشرع لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام هي أن الأمانة تتناول جميع أوامر الشرع ونواهيه، ومما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يقول ابن كثير رحمه الله. وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها، يعني بعد أن ذكر أقوال العلماء في قول الله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، قال: وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف. إن عرضنا الأمانة يعني أمانة التكليف، إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنه إن قام بذلك أثيب، وإن تركها عوقب. فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله، وبالله المستعان. ويدخل في هذه الأمانة الأمانة في حفظ الجوارح. والمعنى الخاص للأمانة كل ما يجب على الإنسان حفظه وأداؤه من حقوق الآخرين. والمعنى الخاص للأمانة له صور مشهورة، ومن هذه الصور صورة أداء الحقوق المالية الثابتة بعقود كالودائع والقروض والإيجارات ونحوها، أو بدون عقود كاللقطة وما يجده الإنسان من أموال الناس الضائعة منهم. قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن صور الأمانة أيضا حفظ أسرار الناس. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، رواه أبو داود. ويدخل فيها حفظ أسرار العلاقة الزوجية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه الإمام مسلم. ومن ذلك الأمانة في المشورة وحفظ سر صاحبها، يعني إذا جاء إليك إنسان واستشارك في أمر ما فعليك أن يعني تشير عليه بالأوفق له وبالأفضل له وأن تحفظ سره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، رواه أبو داود. ومن صور الأمانة أيضا الأمانة في المسؤوليات والمناصب العامة والخاصة وأصحاب المهن، سواء من يعمل في مهنة الطب أو مهنة إصلاح السيارات. وأيضا من صورها مسؤولية الأسرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. والإنسان حينما يكون أمينا فلا بد وأن يعلم أن لهذه الأمانة ثمرات. ومن ثمراتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط بين الأمانة والإيمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، رواه الإمام أحمد. ولهذا كانت الأمانة صفة ملازمة للمؤمن وثابتة، ولا تخضع لردود الفعل أيا كان حجمها. يعني إذا فرضا يعني خانك إنسان فأنت مأمور ألا تخونه، لأن الأمانة صفة ملازمة للمسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، رواه الإمام أبو داود. وكذلك أيضا الأمانة لا تتجزأ، فقد جاء هذا واضحا في كثير من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا، أي كان خيانة في الأمانة أو خيانة في الغنيمة، كان غلولا يأتي به يوم القيامة، رواه الإمام مسلم. إذن الأمانة دليل على إيمان العبد، والخيانة دليل نفاقه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
والأمانة من أخص خصائص المؤمن ومن أخص خصائص المجتمع الإيماني، ولذلك أكد عليها الله سبحانه وتعالى حينما ذكر صفات المؤمنين في سورة المؤمنون، قال عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. سورة المؤمنون الآية رقم 8. ونفس الآية في سورة المعارج قال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. سورة المعارج الآية 32. الأمانة من أغلى ما يرزقه الله سبحانه وتعالى للعبد، أي أن الأمانة رزق معنوي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. ولما للأمانة من المنزلة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ودع مسافرا من أصحابه سأل الله أن يحفظ له الأمانة. يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع واحد من الناس كان يدعو له ويقول: أستودع الله، أي أسأل الله أن يحفظ لك، أستودع الله دينك وأمانتك، أستودع الله أن يحفظ، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أي يدعو له بحفظ الدين، ويدعو له بالأمانة وتجنب الخيانة، ويدعو له بحسن الخاتمة. وفي الحديث إشارة إلى أن موضع الأمانة من الناس كموضع الدين منهم، وخص النبي تلك الخصال تحديدا بالحفظ في السفر. يعني لم يقل صلى الله عليه وسلم: أسأل الله أن يوسع لك في رزقك أو أن يبارك لك في شيء، وإنما قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أداء الأمانة مفتاح الرزق. وقال عمر: من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. يعني الرجل الحقيقي والمؤمن الصادق هو الذي يؤدي الأمانة ويكف عن أعراض الناس.